لكم مرحبا بكم، ان شاء الله ربي تكونوا بخير بصحه جيده. اليوم ندير لكم شطيحه تاع الدواره. عندي هنا بصله كبيره قطعتها هكذا صغار، ودرت شويه تاع الزيت ما تكتروش، نقلي فيها البصل، ودرت الملح باش نقلي البصل بالملح. يتقلى البصل مليح. عندي هنايا دواره كنت غسلتها، بيان، نقيتها وغسلتها تخي بيان. فوالا طيبتها في الماء، من بعد قطعتها، هكذا صغار. فوالا انا ما نديرش غير دواره، كاين دواره، كاين هاد الريه، وكاين هاد المصارن. فوالا زدت ستا ميلونج، يعني نخلط انا كلش. نقلي مليح البصل، يتقلى مليح، كيطلق روحو البصل نزيد ندير الوسم الثوم. الثوم انا كنت قطعتها هكذا، ما نحبش نرحي بزاف، يعني في المواكل ما نحبش نرحي بزاف، نرافي الثوم. دو بريفيرونس تقلوها هكذا، تقطعوها هكذا دو بريفيرونس. فوالا ندير البصل، قلت لكم الثوم قلى شويه ثاني الثوم، ومن بعد ندير طوماطيش، مصبره نص مغرفه طوماطيش مصبره، ما تكثروش، تتقلى مع هاد المقادير كاع باش تضيفي طوماطيش تاع المسكرفجه، حتى طوماطيش كبيره. الماء راني نغلي في الماء باش هكذا نمرق به هاد القدره تاعي. نقلي مليح البصل، قلت لكم كي يتقلى يطلق روحو البصل، نضيف هاد الدواره تتقلى. اسمحوا لي، كي يتقلى مليح البصل نضيف الثوم، ومن بعد ندير باش ندير طوماطيش المصبره تتقلى مع الثوم. بعد اللي تقلات تقلى البصل وزدت الثوم، ودرت لها داك الثوم اللي كنت صبرته بالحار اللي وريته لكم، دائما ندير به هاد الشطاطح وكاع، زدت حبه حار هادي سمحوا لي. فوالا والثوم تقلى كلش بيان. درت طوماطيش نص طوماطيش مصبره ما تكتروش، قليتها معاها مع هذاك البصل والطوماطيش، وزدت طوماطيش مسكرفجه. كي تقلات شويه ديك الطوماطيش والثوم، ضفت لها الطوماطيش مسكرفجه، حبه طوماطيش كبيره. دوك ندير هاد لي زيبيس، واش كاين؟ نضيف شويه ماء شويه بشويه كما دائما نقول لكم هكذايا، ما تتحرقناش التقليه هذه. عندي هنا لي زيبيس، عندي فلفل كحل، فلفل احمر، بابريكا، بوافغ نوا، لو كركوما، الخرقوم، والسكنجبير، لو جينجوم، وعندي الكمون. هادو نديرهم كاع هكدا على ضربه. ندير حميصه مشمخه، انا عندي هذيك اللي طايبه، ومن بعد نديرها لها. بقى لي غير هاد شويه في هذا اللي ماشي طايب، دوك نديرو باش يطيب، في قريب يطيب نضيف له هذاك اللي نحمص الاخر، هذاك اللي طايب. تقلى بيان تقليه كما نقول لكم دائما، والماء راهو يغلي، جامي ديروا ما بارد للماكله تاعكم كي طيبوا، سورتو اللحم والدجاج وكاع، لازم الماء يكون مغلي، وجامي ديروا الماء بارد. ومن بعد نرمي كاع هاد الدواره، و قلت لكم كما قلت لكم الريه هذه والمصارن. فوالا كنت غليتهم في الماء، قلت لكم غليتهم شويه في الماء، والخل، الخل ابيض، نتوما كيما تحبوا. غسلتهم بيان، نحيت لهم كاع ديك الشحمه الزايده. فوالا دوك هادو نقلي هاد الدواره كاع تتقلى مليح، تشرب كاع من هاد التقليه. نضيف الحميصه، فوالا بقالي غير هاد شويه.
بعد اللي تقلات مليح هاد الدواره كاع في لاصوص، شربت كاع لاصوص تقلات بيان. دوك رميت الحميصه، رميت الحميصه، دوك نبرق بالماء. الماء لازم ما كافي باش طيب، تعرفوا باللي الدواره يعني تشد الوقت. فوالا، الا كان خاص لها نزيد لها، نزيد لها دوكا ماشي مليح تضيفي الماء كي طيب، يعني كي طيب الماكله ماشي مليح تضلي ديري تزيدي الماء. فوالا، ما تزيديش، ما تضليش تزيدي في الماء باش يعني ما يسمطلكش. فوالا، دوك نغلق عليها لا كوكوط ان شاء الله، نغلقها ونخليها طيب. كي قريب يطيب هاد الدواره، كي قريب طيب الدواره نزيد لها زروديه لا كاروت. فوالا، الا كانتو كان في وقت الواسمو، في وقت الصيف نضيف، نزيد لها لا كورجات القرعه. هاي الدواره تاعنا كي قريب طيب ندير لها الخضره، ندير لها زروديه ونزيد لها البطاطا. وانا كان كاين قلت لكم القرعه، ندير لها القرعه ونخليها تكمل الطياب. نسيت ما قلت لكمش الملح ما درتوش في نص طياب تاع الدواره، زدت الملح، درت الملح. فوالا، خلوها تكمل الطياب حتى كي طيب الخضره هذه وطيب كاع مليح هاد الدواره، ومن بعد نوريها لكم في طبق التقديم. واش تتحط على الدواره وجدت معنا، واش تتحط على الدواره على بطريقه منطقه القبائل اللي فيها يعني كلش الدواره والريه وكلش. فوالا، هاي وجدت معنا. قبل ما تطيب بربع ساعه درت لها الثوم، ربيت لها شويه تاع الثوم وزدت لها المعدنوس، كملت الطياب معاه، وزدت لها داك الحميصه، الحميصه اللي كانت طايبه ديجا زدت لها، كملت الطياب مع هاد الشطيطحه. فوالا، على فا اني دردرت عليها شويه تاع المعدنوس. فوالا، ان شاء الله يا ربي تعجبكم الطريقه هذه تاع الدواره، جربوها متاكده ان شاء الله تعجب لكم، وهي بنينه بنينه بالخضره بالبطاطا والزروديه. قلت لكم في فصل الصيف ديروا لها لا كورجيت. فوالا، ان شاء الله يا ربي تعجب لكم. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.